أيضا اسم كبير وفي حب هذا الاسم الكبير كابتن حمادة إمام. الله يرحمه طبعا. بص شوف حمادة بيعمل إيه. كابتن حمادة طبعا نجم كبير جدا. أنا أعتقد إن حضرتك كل الأسماء اللي بقولها دي لك ذكريات معاه. طبعا واشتغلت معاهم ذكريات شخصية ومهنية. كنت بهزر معاه طبعا جدا طبعًا. وكلهم بهزر معاهم طبعا وكلهم برضو يعني مرتبطين بوالدي يعني يعني الجيل ده الجيل بتاع كابتن حماده وكابتن حسن والمجموعه دي يعني جيل الستينات المبهر بالنسبه للكره المصريه والزمالك يعني كان. فكابتن حماده طبعا يعني اولا دمه خفيف جدا لعيب هايل لعيب اتعمل له هتاف مخصوص لما جاب اجوان ثلاث اجوان باين في وستهام ماتش وستهام كان بطل انجلترا وديربي كاونتي وفرق انجليزيه كتير الزمالك يعني كسبها في الستينات طبعا. وانا كنت قريب ليه جدا وكنت بطلع دايما معاه في البرامج بتاعته وكنت بهزر معاه واقول له حازم امام احرف منك يضحك حلو طبعا وبقول كده لحازم يعني وكنت بقول له كده بجد يعني وكان يضحك بضحكة الأب والسعادة بتاعت الأب إن ابنه متفوق يعني وربنا حط الشعور ده عند كل أب في الدنيا إن يتمنى إن إنسان ابنه يبقى أحسن منه يعني. صحيح. إنسان دمه خفيف جدا وأنا طبعا يعني من الناس اللي كنت سعيد جدا وقعد وده أسرة بقى لها في الزمالك أكتر من 100 سنة.